مسابقة بسيطة، بسيطة جدا. بسم الله. سأذكر آية، آية من القرآن. أيوة. اللي يعرف تكملتها يقولها ويتقدم خطوة. بس. بصوت عالي. أي بصوت عالي يقولها بس ويتقدم خطوة. اللي ما يعرف. النهاية. لا لا خطوة واحدة بس. تكملتها إلى النهاية. أي تكملتها إلى النهاية. خطوة واحدة. اللي ما يعرف. أي بصوت مرتفع يتقدم. طيب اللي ما يعرف. يسكت. في مكانه لا يتحرك. واضحة؟ طيب خلنا نبدأ. بسم الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. بس ملك الناس، بس آية واحدة. ممتاز. طيب والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصادع. ممتاز. طيب الآن بدون ما تقول الآية علشان زميلك ما يستفيد منها، بينك وبين نفسك، وإحنا مرجع هذه المسابقة إلى الثقة، إلى الأمانة والثقة. طيب كلا بل تحبون العاجلة. ممتاز. آية أخرى، إن الإنسان خلق هلوعا. ممتاز. أحد يردد يا شباب. أفرأيتم ما تحرثون. ممتاز. أفحسبتم أنما خلقناكم. ممتاز. من كان يريد العاجلة. ممتاز. ممتاز. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. طيب ممتاز. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طيب لاحظ الآن، لاحظ الآن هذا التباين يا كرام، ناس قدام ناس وراء، هذه من الموازين الحقيقية في تقييمنا في الحياة. هذه موازين حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من المؤشرات الحقيقية في تقييمنا لأنفسنا علاقتك مع القرآن، حفظاً وتلاوة. يا سلام. حفظاً وتلاوة. هذا التقدم الآن اللي تشوفونه هو من يجعل الناس يقدمونك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن في الدنيا ينفع، وفي الآخرة يشفع ويرفع. إذا علاقتك بالقرآن ليست جيدة، أنت فقدت ركن قوي جداً من أركان التأثير. أما الأرقام والشهرة والرتويت والمعجبين ليست مقاييس حقيقية. هذا أحد المقاييس الحقيقية لقيمتك أيها المسلم.